اليوم إن شاء الله عن شجرة البان. شجرة البان طبعا لها حوالي 7 أسماء، هي غصن البان، شجرة اليسر، شجرة الحياة، المعجزة، أم الفقراء، المرضعة، المرينجا بريغرينا. هذه كلها اسم لشجرة البان. شجرة البان هي البان العربي، البان العربي. طبعا هذا بذور البان، هو هذا البذور التي ممكن نزرعها، وهي نفسها التي نعصرها ونستخرج منها زيت، والزيت زيت البان أو زيت المرينجا هو أفضل وأجود وأغلى زيت في العالم. هذا الزيت زيت المرينجا. هذا البذور لزراعتها لازم أضعها في الموية لمدة 24 ساعة بالشكل هذا، نضعها في الموية لمدة 24 ساعة، ثم مباشرة أضعها في الحفرة في الأرض. في الأرض أفضل شيء أن أضعها في الأرض الطبيعة مباشرة، مجرد أحفر حفرة بيدي، أحفر حفرة بيدي كذا، وأخذ بذرتين وضعهن في الحفرة وأدفن عليها بالطريقة هذه وأسقيها مباشرة تطلع. لو مثلا وضعتها في أكياس الشتلات مثل هذه في كيس وتطلع عندي، لكن بس بطيئة النمو في الكيس. ليش؟ لأن الجذور تلتف حوالين داخل الكيس، فهذه تقلل من نمو الشتلة، لكن في أرض الطبيعة مباشرة تنمو بسرعة.